بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة في هذا الشوط الذي ينطلق في هذا اليوم الثامن من شهر إبريل لعام 2013. شوط العاشر ينطلق وتعلن انطلاقته الخاص بالزمول بفحول المستقبل في 6 كيلومترات المسافة التي خصصت في هذا الصباح. جائزة هذا الشوط سيارة تويوتا كروزر بيك أب للمركز الأول. نرحب بكم جميعا لهذه المتعة وهذه الإثارة مع سن الكبار، مع التحدي مع الكبار، مع الرقص مع الكبار، مع أشواط العمالقة، مع أشواط التحدي. مشاهدين الأعزاء، في هذه اللحظات ننتقل إلى مقدمة هذا الشوط وبداية تعليقنا مع الـ5 مراكز المتقدمة في هذه اللحظات. المركز الأول مشهور، تعود الملكية للسيد حمد بن عمير بن راشد العفيشة الشهواني بن عفيشة الشهواني على المركز الأول. دورنا إلى اللي يليه في المركز الثاني، ورياض اللي قادم بشعار السيد حمد بن متعب المنخس المري على المركز الثاني، واللي يليه في المركز الثالث. والنقلة مع صوغان، تعود الملكية للسيد متعب بن عبد الله ألف هيدان المري في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، وهو الهيتي علي. 900 متر الأخيرة، الحذر إلى هذه اللحظات، يريد أن يكرر ما فعله الحذر. هنا رياض في مقدمة الشوط، رياض هو الأقرب للفوز، رياض هو الأقرب إلى الزعفران، لكن الخطر الكبير. يا سلام، صوغان متعب بن عبد الله الفهيدان، متعب بن عبد الله الفهيدان اللي قادم على المركز الثاني ويتجاوز ويتسلل المتسلل كما يسمح لهم في التسلل بهذه الرياضة. سلهود اللي قادم للسيد سعيد بن حمد بن عكوي العامري. يا سلام سلالات كبيرة. سلهود، تعود ملكيته للسيد سعيد بن حمد بن عكوي العامري. مشاهدين الكرام، ينتزع هذه السيارة مشاهدين الكرام بعدما ان كانت لمالك الحذر، لكنها ذهبت مع مالك سلهود. السلام الى ضيوفنا الاعزاء، الى الهير هناك بدولة الامارات العربية المتحدة، مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال. مشاهدينا الكرام، تهانينا لمالك سلهود سعيد بن حمد بن العكوي على هذا الفوز، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان صوغان لمتعب بن عبد الله الفهيدان، في المركز الثالث كان هناك مشكور لمحمد بن عبد الله بالطير العامري. المركز الثالث، الرابع عالي للسيد محمد بن المر بن حلوة. المركز الخامس، مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات نتقدم بالتهاني والناموس لمالك سلهود سعيد بن حمد بن عكوي العامري على هذا الانتصار في هذا الصباح. وذهب الناموس إلى ضيوفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:39 و89 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سلهود في المركز الثاني. وصل في المركز الثاني صوغان للسيد متعب بن عبد الله الفهيدان. التوقيت الزمني 9:41 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك صوغان. المركز الثالث كان هناك مشكور للسيد محمد بن عبد الله بالطير العامري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:44 25 جزء من الثانية.